العيالات قطع لكم شي افكار. لا لا ياك عجبتك الفكره ديالي بزاف وحبيبتي ديالي راه عرفت ما قلت لك فكرت مزيان عرفت من ديك البلاصه الوحيده اللي ما نقدرش نقولوا عليها لا عطيكي راه واحد الاحساس بشكل ما نقدرش نقول حتى انا حبيت غادي نفضحك ما غادي نخليوه فين نمشيو غادي نسافروا وغادي نتمتعوا بس نقعدوا واحد 3 ايام حتى في الدار نتسنطوا لحد ضروري ماما حبيبتي سربي وراه قريب يفوت علينا الحال المطار صافي انا جايه الحاج جاي الزا سربي راسك يا انت وحشك امي يا ربي يا ربي الله يرضي عليك حبيبي عمرهم قبولة إن شاء الله إن شاء الله يا ربي تسلمنا الدعوة لا تهلا فيها يسيري انتيا يسيري يا ربي عمرهم قبولة إن شاء الله وحنا غادي نمشيو مبغيناش نعذبوكم لا والله ما كاين العذاب عندنا عائلة خصنا معانا إيه تعذبونا رجلي برجليك حتى المطار بلا ويلا على المطار إن شاء الله جينا برجليكم حتى للطيارة ونتبانوا لنا نديروا لكم باي باي أنا هذا نتهنى ربي خليك أنا تهلا لي غير في بنتي يلا يلا سير شوية عليك أمي في الطريق زيد حبيبي سير شوية يلا ما تنساوناش الدعوات سير هانتوما الأولين انت يا مراتي راهي وسير سير قعد في الصف سير علاش كنحمق عليك حبيبتي خليك ليلي هي المنظر كيشهي كيف تحشاهية عرفتاش غادي نديرو دابا غادي نقصيو هادشي بالخف نمشي بالزربة عندي بزاف ما نقول لك يلا منير حبيبي علاش كتكون غادي مزيان وكتخرج بيست انا بغيت غنفهم وشوف هاد التوجات كامل اللي من الصباح وانا كنوجد فيه وكتقولي بغيت تاكل بالزربة وتمشي يا حبيبة عطيني شويه ديال الرومانسيه عطيني شويه الخاطر تغزل فيا قول لي الكلام الحلو الزين قول فيا الشعر غني لي وكلني حبيبتي هاد الرومانسيه راه تضيع الوقت راه غادي يخرج عليك ماتشي ديال المسلسلات والتلفازه يلا وخلينا ناكلو دابا وبلاتي بلاتي منير الله يحفظك سير معايا على خاطري حبيبه خليني انا نوكلك الله يحفظك هاكا يلا سيت حبيبه ابا 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 علاش لا حبيبه خليني ندير داكشي اللي كنبغي زيد ادا 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 اي زيدك ابا ابا ادا 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 واش غادي نباتو حنا الليل كامل هنا ابا ابا ادا ادا تي صباح الصباح لا خلينا ناكلو خلينا نمشيو عادي يلا هاك الماكله يا فنان ولا بلاتي وكلني انا كيما وكلتك راه هذه هي القواعد واش انت ما عندكش يديك ولا الرومانسيه حبيبي الله يعطيك الستر هكا حبيبتي لا علاش وخليني ندلع انا ريح حي يلا حبيبتي هاك عافاك عافاك الله يخليك لي عزالك لا 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 انت يا فنة 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 شكون هادي يدق علينا حنا في هذا الوقت عرفتي غمض عينيك شنو مفاجأة يا حبيبتي خليك ليا وقل لي يا حبيبتي ديالي واش نحل نحل سيربريز احي انا باش نرجعكم انتوما انا اللي راسي في وحده كبيره وما كبرش لها العقل كبيره الفرزيه اللي كان في العمره قالك لا حبيبتي هنا فرزيات يقدرنا لكم كل شيء بحال 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 هادوي مهمتك حبيبتك شد لها كرسي حدا الباب ديال الإغاثة ياك والعكوزة العدوة اللي عطيك راجل ديال الشنيع حطها في الكرسي اللي حدا الجناح بالعاني باش حطي لها قدام ما وقعت شي مصيبة تجي فيا أنا ونموت ياك دخلت عليك قبل الله إنا مشرح لي يا حبيبة واحد الحاجة دابا مهمك غاديين في طيارة وحدة يعني لا طاحت غطيح بهم بجوج هادشي اللي عارف ياك انتي جالس حدا الشرج مفوجه كتشوف في كلشي من الفوق انا جالس حدا الباب الغادي عليا ودايز عليا وما دويتش مسكينه وما انا حيت قلت لك يلا تبدلوا البلايص ما بغيتيش احترمتك حيت انتي كبر مني ايوا جمعي فمك ودي قضيتك كبر مني لا باقيش تعاودها ولا غادي نعاود معاك الحساب دايره حيت تفكر شكل عجينه انتي وبنتك قالك امي نسولك واحد السؤال عافاك حبيبتي واش نتوما دابزتوا هاد المدابزه في قلب الطياره ايه ناري تشوهنا في المطار حبيبه ما كاينش تخدمي تبارك الله مزيان ايه قلت لك دابا شوفها بنتي الاولى والاخرى هاد العمره ما كتبتش ان شاء الله ان شاء الله الحجه الدانيه باذن الله هادشي الا جات فينا القرعه وانا ما جاتش حبيبتي نتسناو مرحبا بكم غيتسناو حتى القرعه الجايه مزيان عصبتك بسم الله بالله مش طراجيل
هذه هي الرومانسية. قلت لك حنا بلاش ما كتجيش معنا حنا. انا اللي بقى فيا ها حبيبه، وكان عندي بزاف ما نقول لك. صافي حبيبه دابا ما بقاش فيك الحال، قول لي دابا حداك امك امي هانيه ترى انا اللي مزوج.